السلام عليكم دكتورة حسين، طبيبة مختصة في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى مطغري. اليوم راح نتكلموا على التبرع بالدم اللي يصادف الاحتفال اليوم العالمي تاعه 14 جوان لكل سنة. لهذا العام منظمة الصحة العالمية مدت شغل الجزائر للاحتفال بهذا اليوم، دونك يعتبر مكسب بالنسبة لنا، دونك فرصة باش نوصوا المواطنين تاعنا باش يتبرعوا بهذه المادة الحيوية اللي ما كاش بديل ليها. دونك المواطن اللي يتبرع بالدم راح ينقذ 3 أرواح، باسكو كي يمد لو سون تاعه راح يمد الكريات الحمراء اللي مليحة والمهمة للناس اللي عندهم الانيمي، راح يمد الصفائح الدموية دونك اللي مليحة اللي عندهم المرضى اللي مصابين بتخثر الدم ولا بروبليم تاع لي بلاكيت، وراح يمد البلازما. دونك شعار تاع هذا العام، دونك تبرع بالدم تبرع بالبلازما، شارك الحياة وشارك كثيرا. دونك حنا ننصحوهم ما يتخوفوش من التبرع بالدم، استطيع العملية راح تكون آمنة، طاقم مؤهل، واستطيع كاع مام الشخص اللي يروح يبغي يتبرع بالدم كاين مصلحة مخصصة، كاين استطيع كاين الفحص الطبي، كاين انتيغوغاتوار، مام المواد اللي نستعملوها سي اوزاج اونيك، استطيع ما راحش نستعملوها الى شخص اخر، دونك ما كانش خطر العدوى. دونك كاين بزاف يقول لك بلي نخاف اصاب بميكروب ولا هذا، دونك لوان دو لا، سي دي ماتيريال ستيريل اونيك صديق للشخص الواحد، وما كانش خطوره ليه، او كونترير راح صديق راح يعاون اشخاص اخرين بالدم تاعه. دونك قلنا 3 اشخاص راح يستفيدوا غير من التبرع تاع شخص واحد. دونك حنا كي نقولوا تبرع بالدم سان في با دير لي واحد عنده عمليه جراحيه ولا ان اكسيدونتي، ولا نقد نكونوا كامل المعنيين وقد نحتاجوا هذه الكميه تاع الدم. باغ اكزومبل المراه الحامل قد تستعمل الدم لا بيريو تاع لو ديرني تريمستر بوندون لاكوشمون مور لاكوشمون تاعها قد تحتاجه. مرض مزمن باغ اكزومبل واحد انسوفيزون رينال ولا هذا قد يحتاج في مرحله ما كي تكون تيرمينال قد يحتاج الى الدم. كاين امراض مزمنه كاين للاطفال، حتى الاطفال يقدوا يحتاجوا، المصابين يحتاجوا الكيس الماء كيس الدم اللي راح تقد تمده له. دونك حنا ماذا بينا حنا نعرفوا باللي الجزائريين تاعنا كرامة ويمدوا كاع اللي الاخر، دونك ماذا بيك تتبرع في هذا المجال، ونتمنوا الصحه للجميع.